والله المؤمن مهما دخل في شدائد بيلمس رحمة ربنا نزل عليه مهما شد البلاء. والله العظيم يعني الواحد كان يستدعى نص الليل في سجن القلعة عشان يقعد قدام واحد والله ما يعرف ربنا بالإشارة من الجبابرة، ونص الليل الساعة 2 يخبط على الزنزانة اصحى فيه تحقيق. تعرف الكلمة اللي كنت اقوله قبل ما ادخل على الظالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول انت عارف انا مين؟ اقول له لا انا مش عارف انا هو مين. يوم يقول لي انا جرجس، واتضح انه كان اسمه احمد. طيب ربنا يحشرك مع جرجس يا احمد ويجعلك معه في الدرك الاسفل من النار. جرجس احمده ربنا حيقلب جرجس وخلي زي الفار ولا حياخد ولا يد. يلا ودوه زنزانة زي ما جبتوه. قال يعني مهما اشتد الكار قول يا رب. انا عايزك توحد. قال فيه مرض قول يا رب، فيه شدة قول يا رب. ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، امضي البلاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. وحد وحد قل لا اله الا الله. قال انا اعرف ولد والله حط في عينه كوبية عشان يطلع من الجيش ومن المعاملة اللي زي الهباء. والله حط في عينه كوبية عينه صفت. ما هي الكوبية من عندك مادة كوية. عينه اليمين ضاعت الشمال واخدة في طريقها للضعف. وده كله عشان ما يدخلش الجيش. ليه؟ احنا بناكل في بعض. ودي معاملة الناس تتعاملها في الجيش، ينسبله الدين وينضرب والاخر يقول له لابد تنقي الحشيش اللي في الجنينة ده كله، وبعدين لابد تسحب بالنخلة على بطنك تسحب بالنخلة وياخد يخليه ياكل في اثناء الاكل يقول له قوم يا قوم. طب ودي تربية رب رجال؟ والله ما تربي رجال ولا بتربي الحقد في النفوس. رب الحقد خصوصا اذا كان اللي داخل الجيش مؤهلات، واللي بيروضوا بقى ولد جاي من باب الشعريه زي ما انت شايف من شارع بن السهارد اسمه الشاويش خرشوف يوريه المر. ودي معامله، دي معامله غلط وعيشه غلط كلها. شوف بقى لما واحد يضيع عينه بالكوبيه عشان مش عايز يدخل الجيش، مش عايز يدخل الجيش. الله يعني حياة فوضى. شوف انا عايزك تعقد مقارنة بالحنظلة ابن ابي عامر اللي مرضاش يكمل رفع الجنابة عشان يروح في سبيل الله، وبين اللي بيجيب اي واسطة او يضيع عينه او يقطع صباعه عشان ما يدخلش الجيش. عشان الجيش بيدخله طب انتوا بتحلقوا دقن الناس اللي داخل الجيش ليه؟ هل هي الدقن دي بتعمل يعني هيبقى واقف على المدفع دقنه اللي هتحوش الدقنه؟ يا اخي ده حاجة انا والله ما فاهم، ما حد قادر يفلسفها. ما تعرفش ايه ما فاهم دي. قال طب ما يمكن الدقن دي تكون سبب في نزول الملائكة بالسماء وقت الجهاد، لان دي مش سنة عن برجنيه، دي سنة عساد الخلق. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وسمعني صلاة على النبي. واول واحد قال ما يدخل يقول نسمع بقى. انت بتصلي؟ يقول له يقول له شوف بقى سيب ربنا على الباب ومالكش دعوة بيه. يا سلام يا سلام يا بتوع خمسة ونيا وبتوع الله. سيب ربنا على الباب، ربنا ياخدك يا شيخ وياخد اللي شغلك. والله حاجات غريبة وحاجات تودي في داهية وكلام يفلق، كلام يفلق. ويا ريتهم كانوا فالحين ولا متنيلين بزفت ده. يعني ده اليهود النهارده بيضربونا على دماغنا. والله العظيم وأمة غافلة. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب. كفاية علينا قال امرأة سيئة السمعة فيلم بيزق يوم الجمعة اللي فات. حنظلة ابن أبي عامر ما كملش رفع الجنابة وتنه نازل الميدان فمات شهيد. لما مات شهيد الصحابة قالوا شعرنا بأن السماء تمطر. النبي قال لهم اتدرون ما هذا المطر؟
والله لقد وضعته الملائكة في إناء من الجنة وأكملت غسلة لأنه نزل المعركة جنبا. تعرف النبي سماه ايه بقى؟ غسيل الملائكة، يعني الرجل الذي غسلته الملائكة. يا سلام. تعرف مراته شافت ايه في المنام بعد ما سابها ونزل المعركة؟ العروسة اللي ما بلاش 3-4 ساعات. يعني شوف، مع ان الانسان يعني من السنة لما يتجوز بكري يصلي في البيت اسبوع، صلي في البيت بس يطلع يصلي الجمعة، بس بقية الفرائض يصليها جنب العروسة في البيت لمدة اسبوع اذا كانت العروسة بكر. ليه؟ عشان يدخل خطر ما يسيبهاش من اول يوم او ثاني يوم، هم قاعدين يصلوا بعض. انما لو كانت سيد يعني متزوجة قبل كده او ما تزوجوها يعني، يبقى 3 ايام صلي جنبها في البيت 3 ايام ويطلع يصلي في الجامع. دي ما قعدش معاها ساعات لانه طلع يجاهد في سبيل الله. النبي سماها ايه؟ غسيل الملائكة او مغسل الملائكة. مراته شافتين في المنام قالت والله لقد اخذتني غفلة فنمت فرأيت كأن بابا من السماء قد انفتح ودخل فيه حنظلة، فلما دخل فيه اغلق بعده. يا سلام، شوف النساء صلاحهم وتقواهم، تشوف رؤيا ما يشوفهاش احسن واحد النهاردة. قال طب شوف مراتك هتشوف لك ايه، بتألف منامات. ده انا شفت يا ابو فلان انك انت اخويا داخل عليا كده بثلاث امتار ريفيرا، واول ما شفتك لقيت النور في وشك. موه موه يا نورية، يا كريفت موه. شفت النور ولا شفت ريفيرا ولا شفت ديولي ولا نور ولا افتاء، انما كذب وتقليب. يا سلام يا سلام علينا. اما ادخل عروس بتاع اقول له يا سلام يا سعادة البيت، شفت في منام امبارح يا انا وانت يا سعادة، وانت طاير في الهوا ولابس بدلة خضراء. بدلة خضراء حاجة طول الله في برسيم، بدلة خضراء تأليف. مع ان تعرف الكذب في الرؤيا من اكبر الكبائر، ان من اكبر الكبائر ان يري الرجل عينه ما لم تره. انا عايزك توحد الله. فشوف ابن ابو عامر شكله ايه؟ مغسل الملائكة. وابوه ربنا يقول في حقه وارصادا، يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن، اللي هم المنافقين، ان اردنا يعني ما اردنا الا الحسنى. بعد ربنا ما كشف مؤامرتهم هيحلفوا والله العظيم احنا ما كان قصدنا حاجه. هتكذبوا ربنا؟ هتكذبوا ربنا؟ والله يشهد انهم لكاذبون. انا عايزك توحد. اعمل ايه يا رب؟ قال لا تقم فيه ابدا. اوعى تدخل هذا المسجد، اوعى تروح هذا المسجد، هده واحرقه. وبعدين شوف بقى المسجد الثاني بقى، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اللي هو مسجد مين؟ مسجد النبي. مسجد النبي ما رب المسجد اللي اسس على التقوى ده؟ قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. يا سلام. تتطهروا ايه؟ طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية بالغسل والوضوء، وطهارة معنوية من الغل والحسد والحقد والبغضاء. والله يحب المطهرين. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، وتسمعنا الصلاة على رسول الله.
يا سلام على عظمة الاسلام. فيها ايه؟ رجال. عشان تعرف ان الاسلام بيحب الرجال، يحب الناس المصححين. ما قالش فيه عيال، فيه رجال. يحبون ان يتطهروا. ولذلك المسلم دائما نظيف. نظيف الظاهر والباطن.